بعد نهاية درسنا لليوم المشروعات الصغيرة، سأوزعكن لمجموعات وكل مجموعة ستقوم بعمل مشروع معين. معلمتي، كيف لي أن أختار مشروعاً؟ أنا لا أجد عمل شيء. عزيزتي، هنالك العديد من المهارات التي يمتلكها الطالبات بعمركن، ولكن لا يدركن ذلك، والكثير من المشاريع البسيطة التي يمكنكن إنجازها. معلمة، هل يمكنك إعطائنا أفكارا لتساعدنا؟ لمزيد من الأفكار، تواصلنا معي إلكترونيا لضيق وقت الحصة الدراسية، والرجاء اطلاعي على كل خطوة تقمنا بها لأقدم لكن الدعم. هل من الممكن أن أقوم بالمشروع لوحدي؟ للأسف لا، سأقوم بتوزيع المهام على الفريق، وستقوم بعمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع. أنا لست متشجعة للعمل. حسنا، لأشجعكن، سنقوم بعمل بازار مدرسي لبيع منتجات مشاريعكن لطالبات المدرسة.